يلا. مرحبا أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم في قناتي، طبعا قناتي المنوعة حسب طلب كثير من المشاهدين والمتابعين لهذه القناة وهذه الصفحة. نجح في وجودكم معنا وبتعليقاتكم وباشتراكاتكم. اليوم حابين نحكي عن بداية موسم التزاوج لطيور الزينة بشكل عام، طيور وخصوصا طيور الكناري. اليوم حابين نحكي تقليم الأظافر للطيور وتقليم المنقار. طبعا كلنا بنعرف في موسم التزاوج عملية تكبيس من قبل الذكر بتكون مع بداية الطبيعة، مع بداية شهر آذار شهر 3، ولكن بالطبيعة الطيور بتقلم أظافرها، بتقلم المنقار بشكل الأشجار والحجارة عن طريق الطبيعة، لكن في الأقفاص بيختلف الموضوع. تدخل المربي في هذا الموضوع، كنا نحن شايفين الأظافر كتير كتير طويلة، وهذا بعيق عملية التكبيس بالنسبة للذكر لما يجي يكبس الأنثى. بغرز الذكر أظافره في الأنثى، مما طبعا بعيق عملية التكبيس لأنها الأنثى ممكن أنها تشعر بالألم من الأظافر وتصير بدها تزيح أو تبعد عن أظافره. عملية التكبيس بتعتمد على عدة أمور، من ضمنها المجسم المناسب طبعا حسب حجم القدم للطائر، حسب نوع الطائر. بدنا نحكي احنا اليوم طبعا في موضوعنا بالنسبة لتقليم الأظافر وتقليم المنقار وتجهيز الطيور لموسم التزاوج. ومثل ما حكينا أصدقائي بالنسبة لتقليم أظافر الطير، بنمسك الطير بالشكل هذا، الطير بكون مرتاح ما من شد على صدر الطير. بنحاول أن نقص الأظافر بشكل طبعا سلس من غير ما نقرب على المنطقة الحية اللي هي عرق الدم. إذا بنطلع على منطقة الأظفر من الداخل بنشوف كأنه في عرق دم، ما بنقرب عليه حتى ما نأذي الطير أو يصير فيه نزيف. بنقص بالطريقة طبعا هاي بكل أريحية، وبنكمل على بقية الأظافر عفوا، ومنبلش نجهز الطير لموسم التزاوج إن شاء الله. أصدقائي المرة الجاي راح نحكي في موضوع تاني اللي هو موضوع الحقن الصناعي، وطبعا إذا كان في أي مشكلة للطير في عملية التكبيس مثل الطير اللي معي. طبعا الطير اللي معي بكبس، لكن أحيانا بيطلع الطير غير مخصب بسبب أنه عملية التوازن الطير إجره مقطوعة. وتابعوني أصدقائي في مواضيع أخرى، ونستنى اشتراكاتكم وتعملوا تعليقات للقناة حتى يصلكم كل جديد. وبطلب منكم الدوس على الجرس حتى توصلكم كل المواضيع طبعا بشكل دائم. شكرا لكم، وانتظروني في موضوع تاني.